قريبة مدام زرو، نزلت كي تعرفت عليها جديد. حق سمعت بالجمعية بحكم البعد نتاعي، خاطر نسكن بعيدة وظروفي ما تسمحش نتاع الماديات. لقيناها هي فيها، عوضت لي الأخت، عوضت لي الأم، عوضت لي الخو، الخال، كل شيء، عوضت لي كل شيء مدام زرق، ومش ومن غير مجاملة صدقيني، عاونتني وقفت معايا في أزمتي وفي مرضي أكثر من الناس الكل. هي الوحيدة اللي حست بي، عاونتني في الماديات كي رقدت في السبيطار، كيف نعجز على دواء يبدا غالي وما نلقاش باش نشريه، نمشي لها تعاوني تعطيني شيك نمشي نشري الدواء. يرحم والدين والداه، وتو حاليا نعمل في الأشعة، ساكنة في الفي، النظافة، الماكلة باهية، امرأة لاهية بينا، هي تجي تتفقدنا، تباشر فينا وبشوشة معانا وتهزنا في مورانا وتشجع فينا على مرضنا. بصراحة قبل كنت متعقدة، الدنيا كل مسكرة في وجهي، تو الحمد لله عاوني راجلي شوي رغم اللي الظروف نتاعها صعيبة برشا، لكن ولادي تفجعوا علي يقروا مساكين ولادي، شجعني راجلي شوي ومدام زروخ كملت البقي، شجعتني على مرضي وعلى ظروفي معناتها المادية والمعنوية. عندي 16 يوم. لا والله ما يجوش ولادي مساكين، ما يجيني حد. علاش قلت لك هي الاخت وهي الام وهي كل شيء. من جومي، من جومي نتابع ولايه بنزرت، بعيده شوي معناتها باش يجوني ولادي هم يقروا، ظروفي صعيبه شوي. ياك لقيتها هي الحق، توا نعمل حاليا في الاشعه وساكنه غاديك في الفي. كنت حايرة كيفاش باش نركب كل يوم ونروح، نخمم كيفاش في الركوب كل يوم 20 دينار، هذاك 20 دينار 25 دينار الركوب. وقت اللي سمعت في السبيطار اللي ثم جمعية نتاع مكافحة السرطان، سألت ومشيت. في الأول تعبت، بعد وقت اللي عرفت الجمعية وتبدلت حياتي، وليت رجعت فيا التبسيمة، الضحكة، رجع لي الأمل، والحمد لله والحمد لله. كل نهار ربع نعدو، صحيح المرة الأولى تفجعت وعشت على أعصابي، تو الحمد لله الطب نهار كل نهار ربع نعدو يعيش، كل نهار ربع نعدو. الطبيب قال لي لاباس، النتائج قاعدة من حسن إلى أحسن. والسلام.